النهارده معانا حاجتين في الجون، الاستاكوزا والكافيار. عندي واحده استاكوزا كامله قطعتها نصين وهخليها بالشكل اللي انت شايفاه ده، عظم الاستاكوزا. العظم ده ما بيترميش، ده بيتعمل بيه احلى فولوتيه سمك ممكن تشربيه او تسقي الرز بيه. نحط نقطه زيت وهنبتدي بقى نسوي قلب الاستاكوزا علشان السلطه. الزيت الزيتون ما بيسخنش كتير، انا هحط فيه كده قلب الاستاكوزا زي ما هو سليم، وهنزل عليه بشويه عصير برتقال حوالي 3 معالق، كمان هنزل عليه بحته ثوم فريش وشويه فلفل الوان متقطعين صغير. هنعمل صوص البلسميك ريدكشن. لو انت عندك معلقتين عسل استخدميهم، لكن اللي ما عندوش عسل ابيض في البيت او ممكن البديل يحط كده 3 معالق سكر وعليهم معلقتين خل بلسميك. كده الاستاكوزا بقت تمام التمام، وزي ما قلت لك لحمها ما بياخدش تسويه كبيره. هنديها بقى كده معلقتين برتقان، هنزل عليها كمان بعصره ليمونه هتخلي لي العمليه بقى تشعشع اكتر، سنه ملح صغيره وسنه فلفل ابيض. هنزل كده بالفلفل الالوان الاول، وبعدين هقطع حته الاستاكوزا دي زي كده ايه، ترانشات ترانشات، بتتقدم كده عليه من فوق، وبعدين هنضيف الكافيار. هنديله كده ربع ليمونه، كمان عندي طماطم شيري.